وفي لقطة إبداع من لاعب مبدع فعلا هو يوسف القديوي، لكن فرحته لم تكتمل بهدف الرابع. اصطدم أمام سفيان عز الدين الذي يعاني الأمرين في هذه المواجهة أمام موج أحمر أبيض، أمام ضغط رهيب يفرضه الوداد في هذه اللحظات. محمد بن رابح يعود مباشرة لأيوب الخالقي، أيوب للوراء، مباشرة للجهة اليمنى، أين هو معاوي وكذلك فابريس. انطلاقة ودادية بفاصل مهاري بتصديدة، يا سلام، الله 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 على الحمراء والبيضاء، والله على الأهداف التي تأتي بهذه الصورة. باسكال يا باسكال، بطريقة الفنانين الكبار، بطريقة اللاعبين الكبار، تصنع الرابع وتعيد إلى الأذهان ملحمة مراكش. مباراة مراكش 4-0، هنا الموعد يتكرر، السيناريو يتكرر، رباعية كاملة في ديربي مغاربي بين المولودية والوداد. ما هذا الإبداع، ما هذا الجمال، ما هذا الدلال، بكرة ولا أروع في شباك الحارس، في شباك الحارس سفيان عز الدين بطريقة لن ينسى عشاق الحمراء والبيضاء. هدف ولا أروع، الأجمل يا باسكال، شاهدوا التمويه.